يميل الإنسان بطبعه إلى القصص، فهي مشوقة وممتعة، وأنفعها قصص الأنبياء، ففيها العبر والعظات. قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ومنها قصة سليمان عليه السلام، فقد ورث من أبيه النبوة والعلم. قال تعالى: وورث سليمان داود. قال قتادة: ورثه نبوته وملكه وعلمه. وكان سليمان عليه السلام شاكرا لله على ما آتاه، فأثنى عليه ربه فقال: نعم العبد إنه أواب. ولما ألهته الخيل عن ذكر الله تركها لله، فعوضه الله بتسخير الرياح. قال ابن كثير: لما خرج عنها لله تعالى عوضه الله ما هو خير منها، وهي الريح التي تجري بأمره رخاء حيث أصاب، فهذا أسرع وخير من الخيل. وعلى كثرة جنوده كانوا منظمين منضبطين. قال تعالى: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، أي يكف أولهم على آخرهم، لئلا يتقدم أحد عن منزلته التي هي مرتبة له. وقد علمه الله لغة الطير والحيوان، فلما مر على قرية النمل سمع تحذير النملة لقومها. قال تعالى: حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فقد نصحت النملة لقومها وحذرتهم من الخطر، والتمست العذر لسليمان وجنوده. وتفقد سليمان الطير لينظر من غاب ومن حضر، فلما لاحظ غياب الهدهد توعده بالعذاب إلا إذا جاء بعذر مقبول. وفي هذا درس في العزم والحزم، وحسن التدبير في الإدارة، ومعاقبة المهملين. وما أعظم غيرة الهدهد على التوحيد، حيث أنكر الشرك بالله فقال: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم.